فإذا نكمل مع مسار Next.js، فإذا الآن سنقوم بإنشاء صفحة داشبورد كما اتفقنا. فإذا صفحة هنا صفحة داشبورد، سنقوم بحماية أيضا المسارات التي تحتاج حماية من جهة الكلاين من خلال استخدام الهوك التي أنشأناها في القسم السابق أو الجزء السابق أو الفيديو السابق. فإذا لنبدأ، فإذا بداية هنا بخصوص البيجز، فإذا لا يوجد لدينا شيء خاص بالداشبورد، فسأقوم بإنشاء ميك دايركتوري اسمه داشبورد بداخل البيجز. جيد، فإذا الآن مرة أخرى للس بيجز، فإذا لدينا داشبورد بداخل الداشبورد سأنشئ ملف اسمه إندكس. فبداخل بيجز داشبورد سأنشئ ملف اسمه index.js، ومبدئيا سننشئ function اسمه داشبورد بيج، وسنقوم بريتيرن لديف، وبداخل الديف مثلا h1 وسنكتب داشبورد فقط. طبعا كتبها بهذه الطريقة، سنكتب داشبورد. فإذن الآن لنرى صفحة الداشبورد كيف تظهر هنا، فذهبت إلى داشبورد، فيفترض أن تظهر لي صفحة داشبورد، وظهر فعليا هنا لدينا كلمة داشبورد. فإذن ممتاز، فإذن الآن فعليا أنا سأضع الداشبورد هنا، سأضيف ستايلز. هذه الستايلز ستكون من ستايلز الداشبورد التي أنشأناها وقت سابق. فإذا مسار واحد للأعلى، مسار اثنين للأعلى، ستايلز واسم الستايل داشبورد دوت موديول دوت سي اس اس. طبعا سنرى إذا وضعت فيها الكلاسز التي أريد إضافتها هنا أم لا. الآن سنرى. فإذا كلاس نيم سيكون لهذه للداشبورد هنا، سيكون هو عبارة عن styles من داشبورد كونتينر. فإذا لنذهب إلى ملف الستايلز هنا لنرى إذا كان لدينا هنا داشبورد كونتينر. نعم، ها هو موجود. فإذا ممتاز، فإذا الآن بكل بساطة سنرى التغييرات على صفحة الداشبورد. فإذا ظهرت لدينا الداشبورد هنا، فإذا جيد جدا. أيضا هنا سننشئ ديف هنا، أيضا نضيف لها كلاس. هذا الكلاس سيكون هو ستايلز باسم داشبورد، وسنضيف h1 هنا سنكتب فيها welcome to recipe داشبورد. ونحن فعليا في وقت يعني في قسم قادم من الفيديوهات سنقوم بعرض هذه المسجات بالعربية، أو هذه المسجات يعني. فإذا هنا ستايلز سيكون لدينا هنا ستايل اسمه داشبورد ويلكم. فكيف ستبدو؟ فإذا لاحظوا العرض سيكون بالخلفية هنا، بخلفية التيرمينال، فها هو. فإذا جيد جدا. وبعد ال H1 سنقوم بإنشاء ديف أخرى، وسنعطيها class name اسمه styles button group، لأنني أريد إضافة هنا بعض من الأزرار بهذه الداشبورد، عفوا بهذا الشكل. فبداية سنضيف a tag هنا سيكون اسمه my recipe، لأننا سننشأ صفحة my recipe بشكل متقدم ليس بهذا القسم الفيديوهات لاحقا. سيكون هنالك صفحة اسمها داشبورد ريسيبيز لعرض ريسبي التي أضافها الشخص نفسه. أيضا سنضيف أي تاج آخر هنا ولعرض كل الريسبي، فإذا all recipes. وستذهب بهذه المسار للصفحة الرئيسية، وبالنهاية سنضيف add recipe. سنذهب لصفحة add، فإذا add recipe. طبعا سأضيف classes لهذه البوتن الموجودة هنا، فإذا هنا class name للأول، فإذا my recipes، فكلها سيكون لها style button بهذا الشكل. والستايل الآخر ربما نضعه، أنا لم أكتبه لكن أعتقد يمكن أضعه لاحقا، أن my recipe مثلا نعطيها لون ماذا. فإذا هنا styles button مثلا orange، نعطيها لون orange مثلا. وبخصوص هذا الأخرى all recipes سنعطيها style مثلا button info، وهنا علينا أن نعطي فراغ، وهنا علي أن أنسخ هذا مجددا وأضيفها هنا. وبالنسبة لadd recipe ستكون لديها button
success للنجاح للون أخضر يعني. فإذا لنرى النتيجة، فإذا النتيجة هكذا، لكن هذا الأورنج لم أقم بإضافته. يمكن أن أكتب أورنج أو أكتب وورينج مثلا، هذه الطريقة التي يعني عادة ترونها ب framework CSS، أن يسمون الأشياء مثلا button info أو warning أو danger أو error كهكذا. فيمكن أن نسمي هذا button warning. جيد، ونذهب لي هنا سأنسخ من الستايلز. فإذا أنا الآن بستايل الداشبورد، وهذه الوارنج سنعطيها background orange. جيد، فإذا الآن أصبح لدينا هذه الأشياء هنا بالداشبورد. فإذا لدينا my recipes، all recipes و add كذا. فذهبت إلى add recipes، سأذهب لصفحة add recipe. وإذا مرة أخرى إلى الداشبورد هنا، إذا ذهبت لصفحة all recipes سأذهب إلى كل add recipes. وإذا ذهبت لصفحة my recipes، طبعا لم ننشئها بعد، سنذهب لصفحة recipe الشخص نفسه. هذه لديها يعني للموضوع هذا سنناقشه بفيديو منفصل. فإذا الآن ما الشيء الذي تبقى لدينا بهذا الخصوص هو أننا نريد أن نحمي فعليا صفحة الداشبورد، لا نريد أن يدخل إليها إلا من هو مسجل الدخول. وبهذه الحالة سنقوم بجلب use user from مسار واحد الأعلى، مسار اثنين للأعلى من hooks و use user. وهنا فقط سنقوم بتنفيذ هذه الهوك، لا نحتاج اليوزر، ولكن فقط سنقوم بتنفيذها بهذا الشكل. فإذا الآن لو الشخص لم يسجل الدخول، فإذا هل هو مسجل الدخول الآن؟ أعتقد الجواب نعم، لكن إذا قام باللوج أوت وتحديث طبعا، فيفترض الآن أن يذهب لصفحة اللوجن. فإذا حولني لصفحة اللوجن، ومجرد أنني أقوم بtest.com وقمت بلوجن، جيد، فإذا ذهبت إلى الداشبورد، فإذا سيعرض لي الداشبورد لأنني فعليا أنا لوجن. المسارات الأخرى التي يجب حمايتها هي مسار عندما نذهب لكل الريسيبيز ونذهب لصفحة هذا ونقوم بعرض هنا. هذا لا يجب أن يتم عرضها إلا في حالة أن الشخص لوج إن، وبالتالي هنا نحتاج أن نقوم بإخفائها إذا كان غير مسجل الدخول. فبكل بساطة سنقوم بذلك، سنذهب إلى هذه موجودة إذا كنتم تذكرون بصفحة الكنترول Component Control. فإذا سأذهب إلى Component Control، ومن هنا سنذهب إلى Import Use User from مسار واحد للأعلى Hooks و Use User، ثم سنذهب إلى Single Controls. فإذا ها هي، وهنا بالSingle Controls، فإذا هنا قبل هذه الريتيرن سنقوم بجلب اليوزر من use user hook التي قمنا بإنشائها قبل قليل، وسنكتب إذا كان هذا اليوزر null، فبكل بساطة أنا لا أريد أن طارد شيء، فإذا أريد return nothing. وبهذه الحالة إذا كان الشخص غير مسجل الدخول لن يعيد شيء، لكن إذا كان مسجل سيعيد هذه الكنترولز. فإذا الآن أنا هل تم تسجيل دخولي؟ نعم، لكن مجرد أن أقوم بنقر على log out وتحديث، فلاحظوا، فإذا الآن لو ذهبت إلى صفحة هنا مرة أخرى home وقمت بالقيام مثلا بالذهاب لهذا، لاحظوا الذي الشيء الذي سيحدث، أنا سيتم تحويلي للوج إن. طبعا أنا لا أريد أن يتم تحويلي للوج إن، فقط لا أريد أن هذه الكنترولز يتم عرضها. فكيف ذلك؟ أحتاج التعديل على use user hook التي لدي. فإذا لنذهب إليها ونعدلها بالشكل المطلوب. فأين هي؟ فإذا سنذهب إلى، دعني أغلق كل شيء، ومرة أخرى نذهب لهوكس ويوز يوزر. فإذا هنا سأقبل property من هذا، فيمكن أن أقبلها بهذا الشكل props. وإذا لم يتم تزويد props فلا مشكلة، فسأعطيها قيمة افتراضية بempty object. ومن هذه props فأنا سأقوم بأخذ شيء هنا من هذه props، من هذه props سأسمي هذا redirect to. من البروبس إذا تم فعليا تزويد بروبس، فأريد أخذ منها redirect to.
القيمة الافتراضية لهذا سأعطيها false، فأنا أعطي الآن لاحظوا يساوي كذا يعني قيمة افتراضية، أما colon كذا يعني إعطاء alias أو إعطاء اسم بديل، هذه تعلمناها سابقا. فإذا الآن هنا إذا كان الشخص غير مسجل الدخول جيد، وأيضا تم تزويد redirect to جيد، أو كانت redirect to كانت true، فأنا أريد فعليا الذهاب إلى log in بهذه الحالة. فإذا نحن في حالتنا بالcontrols هنا بالcomponents controls، فإذا مرة أخرى نذهب للcontrols، فهنا عندما قمنا بجلب use user فنحن لم نزود أي شيء، فبالتالي redirect to ستكون false، وبالتالي لن يتم التحويل إلى هنا. فإذا مجددا نذهب لكل الريسيبي هنا جيد، ونذهب إلى هذا، فإذا فقط لن يتم عرض هنا مرة أخرى مثلا هذا وصفة معدلة مثلا، لن يتم عرض الكنترول هنا جيد. فإذا هذا بصفحة السنجل ريسيبي، فإذا السنجل صفحة السنجل ريسيبي وصفحة أول ريسيبي هذه مفتوحة، لا أريد تحديدها بشيء، لكن مرة أخرى نعود لصفحة أد ريسيبي. فبخصوص صفحة أد ريسيبي فنحن فعليا نريد أن يتم التحويل إذا لم يكن مسجل الدخول. فإذا هل هو الآن مسجل الدخول؟ لا، ولكن ظهرت له، نحن نريد أن يتم التحويل، وبالتالي سنقوم بإعادة النظر بصفحة Add Recipe. وهنا عندما نستخدم Use User فنحن سنعطيها Property اسمها Redirect To، سنكتب هنا True جيد، تكون قيمتها True. فإذا الآن سيتم تحويل لصفحة اللوجن، هذا الشيء مفترض يعني أن يكون ممتاز. بخصوص الداشبورد نفس الفكرة، نريد أن نجعل Redirect To يعني مرة أخرى نذهب لصفحة داشبورد إندكس، وهنا مرة أخرى عندما نستخدم Use User هنا سنعطيها Property اسمها Redirect To ونكتب True. فالآن سيتم التحويل للLogin كما اتفقنا جيد، لأن الشخص غير مسجل الدخول. بقي حماية صفحة الـ Edit، يعني إذا ذهبنا إلى Edit مثلا 22 طبعا الصفحة غير موجودة، ربما لا يوجد هكذا ريسيبي، فإذا دعونا نذهب إلى الاسترابي مجددا نجد ريسيبي معينة. فإذا هنا لدينا ريسيبي ب 13، بالتالي سنذهب إلى 13. فهذه هي الصفحة أيضا لا أريدها أن تظهر إذا كان الشخص غير مسجل الدخول، فبكل بساطة سنذهب لصفحة بيجز وإيديت وهكذا، و سنقوم بجلب الـ Use User from مسار واحد للأعلى، مسار اثنين للأعلى Hooks و Use User، وبكل بساطة سنقوم بتطبيق هذا الهوك هنا، سنكتب Use User، وفعليا إذا كان الشخص غير مسجل الدخول فأنا أريد فعليا Redirect تكون True. فإذا الآن مجرد هذا سيتم تحويلي إلى صفحة مرة أخرى، ذهبت لإدت مجرد أن أذهب لإدت سيوجهني للوج إن حتى يتم تسجيل الدخول. فإذا هذه الصفحة أيضا قمت بحمايتها باستخدام هذه الهوك. ومرة أخرى نحن نتعامل بجهة الكلاينت، مهم جدا تجدوني أنا أكرر أقول سيرفر كلاينت، وأركز كثيرا على هذه النقاط لأنها جدا مهمة بالميزات الجديدة لنكست جي إس بإصدارها الأخير. هناك كثير من الحديث عن سيرفر وكلاينت، فنحن لم نذهب لتلك الميزات بعد، لكن سنتدرج بالمعلومات حتى نصل لتلك النقطة، نكون فعليا على دراية كاملة ماذا يعني كلاينت وماذا يعني سيرفر. فإذا نحن الآن كما قلت هذه الحماية التي طبقناها حاليا باستخدام user hook هي عبارة عن جهة client، هذا يتم تطبيقها على client لا يتم تطبيقها على server. بكل بساطة مجرد أنا استخدم use effect use state use أي hook فأنا فعليا على جهة client ولست على جهة server، واضح. فإذا الآن أريد تعديل على هذا الداشبورد، فبكل بساطة عفوا على هذه الهيدر، فبكل بساطة سأذهب لكومبوننت الهيدر كومبوننت هيدر. هنا سأقوم بإنشاء two components
للهيدر، يعني بصفح بملف الهيدر سأنشئ two component. الأولى الهيدر الذي أريده في حالة الشخص كان مسجل الدخول، والهيدر الذي أريده في حالة الشخص كان غير مسجل الدخول. فإذا كان مسجل الدخول أريد أن يظهر له home address recipe، مثلا هنا my recipe dashboard و log out. إذا كان غير مسجل الدخول أريد أن يظهر له home log in و register، لأننا سننشئ point register أيضا للتطبيق. فلي نبدأ بهذا الموضوع. فهنا يمكن أن نكتب مثلا function logged in header. إذا كان الشخص مسجل الدخول فأنا أريد أن أظهر له logged in header. إذا كان الشخص مسجل الدخول سأأخذ هذا كله نفسه هكذا، أنسخه وأضعه هنا. إذا كان مسجل الدخول أريد أن أظهر له الهوم add recipe. أيضا أريد أن يظهر له my recipe التي سأنشئها في وقت لاحق. فإذا هنا أيضا أريد أن يكتب هنا my recipe التي سيكون رابطها dashboard recipes. إذا كان مسجل الدخول أيضا أريد أن يظهر له add dashboard. لا أريد أن يظهر له login لأنه للتو login، لكن سيظهر له logout. بالنسبة لhandle logout فأنا سأجلبها من الprops هنا. فإذا من الprops سأجلب handle logout من الprops. فإذا جيد. طبعا أنا كتبت الهيدر بهذا الشكل لكن يجب أن أكتب return، صحيح؟ فإذا سأجلب الهيدر مرة أخرى، هو الهيدر، وسأضعه بالreturn. فإذا هنا أصبح لدينا logged in header. هنا نفسه أو سأقوم هنا بالأعلى بكتابة none logged in header، وأيضا سأنشئ function لهذا الموضوع none logged in header. هذا الشخص الغير مسجل الدخول، وسنعيد من هذا، سأجلب أيضا هذا return هذا كلها وأضعها هنا في الأعلى. فإذا إذا كان الشخص غير مسجل الدخول لا أريد أن يظهر له add recipe بالتأكيد، وإذا كان مسجل الدخول لا أريد أن يظهر له غير مسجل الدخول لا أريد أن يظهر له dashboard، أريد أن يظهر له login، لا أريد أن يظهر له logout، لكن أريد أن يظهر له register. فإذا هذا سيكون اسمها register، وهنا سننشئ صفحة للregister هذا بوقت لاحق. جيد. فهذا هو بخصوص non-logged in header. فإذن أصبح لدينا logged in header وأصبح لدينا non-logged in header. الهيدر الأساسي هذا هو سأجلبه هنا وأضعه في الأعلى. فإذن جلبته في الأعلى، هذا هو الهيدر الأساسي. بالهيدر الأساسي سأكتب التالي. جيد. بداية سأكتب هنا const user، سنجلب اليوزر من user hook، لكن مبدئيا سنكتب مثلا null. وهنا بالreturn بشكل افتراضي سنعيد النون logged in header. بشكل افتراضي سنعيد النون logged in header، لكن إذا كان اليوزر موجود فعليا فنحن نريد أن نعيد logged in header، وسنزوده بالتأكيد سنزوده بالproperties التي هي handle logout، التي هي function handle logout الذي كتبناه في وقت سابق، الذي هو هذا function. فإذا جيد. فإذا ممتاز. الآن بالنسبة لليوزر من أين سنجلبه؟ سنجلبه من use user hook التي أنشأناها في سابقا. فإذا hooks use user، ونحن حاليا لا نريد أن يتم يعني redirect لأي شيء، فقط نريد أن نجلب اليوزر إذا كان موجود. وإذا كان اليوزر موجود سيعرض له logged in header، غير ذلك non-logged in header. أعتقد هذا كافي وجيد. فإذا الآن لنعد لنرى. فإذا هو فعليا الآن إذا ذهبت إلى الهوم فلاحظوا ظهر لي الهوم بهذا الشكل، ظهر الشخص غير مسجل الدخول فظهر له هذا الشريط، إما أن يسجل الدخول وإما أن يسجل يعني يقوم بالتسجيل في الموقع. أنا سأقوم بلوج إن، سأذهب لصفحة اللوج إن وهنا سنكتب تيست وسنكتب كلمة المرور القوية ولنرى. فإذا الآن تم التسجيل في الموقع. لنرى إذا كان هنالك خطأ، ربما أخطأت بكتابة كلمة المرور. لا صحيح. فإذا جيد. فالآن لو قمت أنا بالتحديث
مثلا بالهوم هنا قمت بالتحديث سيظهر لي هنا في الأعلى، يفترض أن يظهر لي ال طبعا يفترض أن يظهر لي ال logged in هذا، لكنه لم يظهر. لماذا؟ يبدو أنني كتبت بالشيء بشكل خاطئ. فسأقوم بconsole.log لليوزر هنا لأرى ما المشكلة. فإذا فعليا يوجد يوزر، ها هو. طبعا الخطأ للأسف، الخطأ هو أنني يجب أن أكتب هنا return، لم أكتب return. فإذا الآن لاحظوا ظهر لي logged in user، ها هو dashboard. نذهب للداشبورد بشكل عادي، نذهب لأد ريسيبي بشكل عادي. فإذا ممتاز، إذا قمت أنا باللوج أوت فسيوجهني للوج إن مباشرة. جيد، إذا الآن أريد أن أمسح هذه الكونسول التي كتبتها الآن قبل قليل. فإذا ممتاز، لتسهيل المواضيع يمكن مثلا بعد تسجيل الدخول أن أوجه للداشبورد. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة سأذهب أنا لصفحة اللوج إن، وبصفحة اللوج إن أيضا أحتاج الهوك التي قمت بإنشائها الذي اسمها use user from كذا from hooks use user، وهنا سأجلب اليوزر من هذا وسأكتب التالي. إذا كان هنالك يوزر فعليا فأنا أريد أن يعيد لي paragraph tag بداخله مثلا you are logged in go to the dashboard، وأضع هنا link مثلا يمكن أن أضع أي تاج هكذا، أكتب داشبورد وأكتب go to dashboard. إذا كان هنالك user لا تعرض له صفحة log in، اعرض له go to the dashboard، غير ذلك قم بعرض form logged in. فإذا الآن لا يوجد user، لكن مجرد أن أقوم بتسجيل الدخول يفترض أن يقول لي أن وقمت بالتحديث سيظهر لي هنا you are logged in go to the dashboard. فإذا هذا جيد، حتى لا نصل لي loop من log in log in log in. فنحن قمنا، إذا قال log in اذهب لي الداشبورد. لكن الآن أيضا أنا سأقوم باللوج أوت، أيضا أريد فعليا إذا كان الشخص يعني غير مسجل قام بتسجيل دخول التو، أريد تحويله لصفحة الداشبورد. فكيف ذلك؟ سنذهب لصفحة log in form للقيام بهذا الموضوع، وعندما يقوم باللوج ان لوج ان سكسسفول لوج ان، فإذا سنذهب الى لوج ان فورم هنا، وبداية هنا في الاعلى سنجلب import use router from next router، وهنا سنجلب instance من هذا الراوتر. وهنا عندما يقوم بالنقر على لوج ان وكان كل شيء جيد، نريد redirect للداشبورد. فإذا هنا سنكتب router.push dashboard، سنذهب إلى الداشبورد. إذن وعندما نذهب إلى هنا إلى الداشبورد، الشيء الذي سيحدث فعليا هو أن الآن ستروا ثم سأخبركم. فإذا الآن سنكتب test.com ثم من 1 لـ 8. لاحظوا ذهبنا فعليا للداشبورد، لكن الهيدر هنا لم يتم ريرندر له، فلأن كما قلت في وقت سابق لماذا لم يتم، لأن الفيتش ريكوست الفيتش لم يحدث إلا مرة واحدة عند ريندر للصفحة لأول مرة. فالحل لهذا الموضوع هو أنا يمكن أن نكتب هكذا، كان الآن على جهة الكلاينت يمكن أن نستخدم ويندو أوبجكت ونكتب ويندو لوكيشن ريلود. فإذا الآن سأقوم بلوج أوت وثم سأذهب إلى الداشبورد. فإذا الآن يفترض أن يعيدني إلى اللوج إن، فإذا الآن سأكتب تيست، فإذا مرة أخرى، فإذا لاحظوا الآن سيتم توجيه للداشبورد وأيضا سيتم إعادة تحميل الصفحة. فبالتالي هنا قال لي أنك أنت لوج إن go to the dashboard، وأيضا حدث الهيدر الموجود هنا. ثم نذهب للداشبورد فتظهر لنا بهذا الشكل. فإذا أعتقد هذا شيء جيد جدا. أيضا عندما نقوم بلوج أوت نريد أن يتم يعني عرض شيء، دعونا نذهب للهيدر بقسم اللوج أوت، هاندل لوج أوت. الآن كنا بالهيدر، نحن أين هو الهيدر؟ فإذا اختفى الهيدر، ها هو الهيدر. فعندما قمنا بالتعامل مع اللوج أوت، فنريد عندما يتم فعليا اللوج أوت نريد التحويل للصفحة الرئيسية. فمرة أخرى يمكن أن نستخدم next router
فإذا use router from next slash router وهنا يمكن أن نكتب const router يساوي use router جيد. وهنا عندما يتم فعليا ال log out فإذا بكل بساطة يمكن أن نكتب هنا router نذهب للصفحة الرئيسية ويمكن أيضا أن نكتب window location reload لتحديث الصفحة جيد. وبالنسبة لل log out نحن لسنا بحاجة لأي data نحن فقط نريد hit لهذه النقطة أو يعني جلب هذه النقطة فيمكن أن نستخدم بهذا الشكل ممتاز. طبعا جاءني خطأ وهذا شيء جيد جدا فإذا لنرى ما هو هذا الخطأ. فإذا الخطأ يقول next router is not function. لماذا next router ليس function؟ طبعا لأن بكل بساطة هذه ليس default import وإما named import فيجب أن نضع curly brackets. فإذا الآن صحيح. فإذا الآن مجرد أن أكتب log out لنرى ما الذي سيحدث. فإذا log out لاحظوا توجهت للصفحة الرئيسية وأيضا تم تحديث الهيدر وظهر لي نقطة log in ونقطة register التي لم ننشئها بعد. فإذا هذا شيء ممتاز. فإذا اليوم أيضا استمرينا بحماية هذه النقاط المختلفة. في الفيديو القادم سنمكن الشخص من إضافة ريسيبي باسمه فتكون هي الريسيبي الخاصة به وسنبدأ قسم جديد هو أن نجعل كل شخص ريسيبي خاصة به يقوم بإضافتها يقوم بتعديلها يقوم بحذفها وعرضها من خلال الداشبورد. فنلتقي لاحقا.